أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والله على كل شيء قدير.
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم.